بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بكم طلاب الصف الثالث ثانوي قناة مصر السعيدة لشرح وتبسيط قانون زيادة. إن شاء الله مستمرين في حل امتحانات مؤنس الصعبية للثانوية العامة. وصلنا لامتحان 2005 دور تاني، والامتحانات دي احنا واخدينها من كتاب ماي نيو فريند، معدلة بمعرفة الكتاب. الامتحان اللي احنا شغالين عليه النهاردة إن شاء الله بدايته موجودة على صفحة 18 من الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ في أول جملة. Science are still كذا to find out what happens when we sleep. العلماء لا يزالون كذا انهم يكتشفوا ماذا يحدث عندما نكون نائمين او عندما ننام. يا ترى have been trying ولا trying ولا try ولا tried؟ الاجابه بتاعتنا هي trying في شكل المضارع المستمر او الاستمراريه، لان ده عندك اهو verb to be، ادي ار اهي، وادي ستيل اللي هي تشير الى الاستمراريه، وعشان كده هنروح نضع الفعل في شكل المضارع المستمر عشان تعبر عن الجمله بتاعتنا، لان البحث اللي العلماء شغالين عليه او بيحاولوا يكتشفوا المعلومه اللي هم عايزين يعرفوها، البحث بتاعهم شغال ولا يزال لم يتوقف حتى الان. تراينج اجابه وحيده للجمله رقم واحد. اثنين بيقول لك ذبح جاي الفراغ اوف ذا تانل، كلمه تانل بمعنى انبوب، ماشي، اللي هو زي حكايه مترو الانفاق يعني الحكايه دي. تمام is about 8 meters، حوالي 8 متر. ايه بقى اللي 8 متر بتاع النفق او الانبوب ده؟ ايه؟ متر ولا دايامتر ولا باراميتر ولا بالانس؟ طيب متر ودايامتر وباراميتر دول كلهم حاجات ليهم علاقه بالقياس، انما كلمه بالانس المعنى توازن، ماشي. طيب تعالى نختار من الثلاثه، هناخد دايامتر اللي هي معناها قطر، ماشي، كلمه متر مش محتاجه ترجمه بالعربي، باراميتر ده وحده قياس، ماشي، دايامتر هو القطر، وده الاجابه بتاعتنا عشان تبقى دي دايامتر اوف ذا تانل، قطر النفق او الانبوب اللي هو طبعا نقصد بيه بتاع متر الانفاق، حوالي 8 متر، ودي الاجابه للجمله رقم 2 دايامتر، اجابه وحيده. في ثلاثه بيقول لك if she had learned how to type، طيب يبقى ده if حاله ثالثه واخده شكل النفي، جاي ماضي تام اهو، الجزء بتاع اف مكتمل، يبقى انا كده عايز اختار الناحيه الثانيه، وده في تصريف ثالث، ممكن تكون منفيه وممكن تكون مثبته حسب الجمله. هنعيد قراءتها تاني علشان نشوف. If she hadn't learned how to type، اذا هي لم تكن تعلمت، لو ما تعلمتش انها تعمل ايه، كلمه تايب هنا بمعنى يكتب على الحاسب اللي هي على الكمبيوتر يعني. تمام، الجمله هنا هو في شكل الماضي التام المنفي، ماشي. She had so many books، هي كذا العديد من الكتب، يبقى انا كده محتاج ان الطرف الثاني من الجمله برضو يكون منفي. ليه يكون منفي؟ هقول لك انا ليه يكون منفي لما ندور على الاختيار الاول وناخده ونترجم الجمله على بعضها. يبقى would have written صحيح مكمله الاف في الحاله الثالثه لكنها مثبته مش هتنفع معايا، والرايت دي حاله اولى مش هتنفع معايا، وانت have written هي الاجابه اللي انا عايزها للجمله رقم ثلاثه، would write دي مكمله الاف في حاله ثانيه ما تلزمنيش تماما. طيب تعال نعلق على المعنى، ترجم كده جمله على بعضها. عايز اقول لك ايه؟ لو ما كانتش اتعلمت ازاي تكتب على الكمبيوتر ما كانتش هتكتب العديد من الكتب، يبقى اود انت هاف ريتن اجابه وحيده صحيحه للجمله رقم ثلاثه، وشرحنا السبب ليه. اربعه، وي كان بنفيت فروم اولد نيوز بيبرز، يمكن الاستفاده من الجرايد القديمه، باي ايه؟ عن طريق ايه؟ نعمل لها ايه؟ نعمل لها ريسايكلينج ولا ميكينج ولا يوزنج ولا كليننج؟ نعمل لها ريسايكلينج، اعاده تدوير، ودي الاجابه الوحيده الصحيحه. تمام، ميكينج بمعنى جاي، ميك بمعنى يصنع، يوز بمعنى يستخدم، وكلين بمعنى ينظف. ريسايكلينج هي الاجابه الوحيده الصحيحه، لان المقصود بها اعاده تدوير، يعني الشيء كان موجود ومتصنع وتمام التمام وانت استخدمته وبتعمل له اعاده تدوير مره اخرى، يعني اعاده تصنيع مره اخرى اسمها ريسايكلينج، اعاده تدوير. اجابه واحده في اربعه. خمسه، بيقول ان فيوتشر سولار هيتنج، في المستقبل التدخين عن طريق الطاقه الشمسيه، ماله بقى؟ in homes and industry، في المنازل والصناعه، is used ولا will be used ولا are used ولا would be used. هو بيقول ايه هنا؟ in the future، تمام، يبقى ايه ده؟ مستقبل. يبقى انت كده عايز حاجه لها علاقه بالمستقبل، بس الجمله اللي قدامك ده هي passive مبنيه للمجهول يعني، يبقى انا هاخد will be والتصريف التالي اهي، will be تصريف تالي، ده اسمه passive او future passive، المستقبل في صيغه المبني للمجهول. will be used إجابة واحدة في الجملة رقم خمسة. ستة، she is very keen، كلمة keen معناها عندها رغبة شديدة لكذا يعني، ماشي، swimming السباحة، يبقى keen إيه حرف الجر بتاعها؟ in on of ولا about، keen on بمعنى عندي شغف كبير لشيء معين
وادي حرف الجر المناسب on الجملة رقم 6. 7 I regretted. regretted ليها حكاية. طب نكمل بقى. هير ان بابليك ماشي، هي في كلمة بابليك معناها على الملأ. الفعل regret من الأفعال اللي ينفع تيجي وراها تو المصدر، فعل تاني يعني يكون في شكل تو المصدر أو جرم. في فرق؟ في فرق. لو جبنا regret وراها تو المصدر يبقى أنت نادم على اللي هيحصل، على اللي لسه هتعمله. لكن لو جبت ورا regret جرم يعني مصدر فعل زائد ان جي، أنت نادم على ما وقع بالفعل. خلاص كده؟ طيب الجملة اللي قدامي ده هي واضح من صياغتها لما هنختار لها إجابة اللي هي الجرند تحديدا، إنها بتشير إلى مواقع I regretted. إيه بقى؟ criticizing her in public، أنا نادم إن أنا انتقدتها في على الملأ أو إيه قدام الناس. طيب تقول لي طب ليه مستر ما ينفعش أقول to criticize مهما موجودة I regretted to criticize؟ خد بالك من كلمة regret، جاي زمانها إيه؟ جاي زمانها ماضي، يبقى في اشاره الى ان الحدث وقع خلاص. I regretted، انا ندمت. ماشي، يبقى كده انا محتاج الجرند ومش هينفع اختار تو كريتيسايز برغم ان هي موجوده. كريتيسايزنج اجابه وحيده صحيحه للجمله رقم 7. 8 My sister got ايه بقى before she was accepted for the job؟ اختي مالها بقى قبل ان يتم قبولها في الوظيفه؟ got ايه؟ a meeting ولا a conference ولا a visit ولا an interview؟ الوظائف بيعملوا لها ايه؟ بيعملوا لها an interview اللي هو بيسموها كده عندنا بالعربي، يقول انا عندي interview. يعني ايه عندك interview يا سيدي؟ يقول عندي interview انا معناها عنده مقابله لوظيفه. ماشي؟ طيب يجي حد يقول لي طب يا مستر امال كلمه meeting يعني ايه؟ اقول له لا دي حاجه ثاني، meeting معناها اجتماع. meeting معناها اجتماع مش مقابله. تمام؟ طيب زي اللي بيعملها مثلا مدير عمل مع باقي ايه الاشخاص اللي معاه. كونفرنس معناها مؤتمر، وفيزيت معناها زياره. ان انترفيو اجابه واحده صحيحه للجمله رقم 8 بمعنى مقابله لوظيفه تحديدا حسب الجمله اللي قدامي هنا. 9 I don't know which team will win the match، انا والله مش عارف مين الفريق اللي ممكن يفوز. وي ويل ايه بقى؟ ويت. ناخد مين بقى؟ وي ويل ماست، ما ينفعش تيجي ماست ورا ويل. طيب هاف تو ولا شود ولا هاز تو؟ ما ينفعش شود تيجي ورا ويل، وما ينفعش هاز تو تيجي ورا ويل. مين اللي فاضل كده؟ هاف تو. يبقى انت حتى لو مش عارف القاعده، حتى لو مش عارف القاعده اللي اشتغلت عليها الجمله ده، هي هتلاقي هاف تو بالفكره اللي احنا لسه عاملينها، ان ويل ما ينفعش معها ماست، وما ينفعش معها شود، وما ينفعش معها هاز تو. هتلاقي هاف تو هي الاجابه الوحيده الصحيحه. طب ولو انت بقى راجل مذاكر وعارف القاعده، تبقى عارف ان الجمله اللي قدامك دي هي بتشير الى ما سوف يجب اداؤه في المستقبل. احنا هيتحتم علينا ان احنا ننتظر حتى نرى النتيجه بتاعه الماتش. هاف تو اجابه واحده جمله رقم 9. 10 وصلنا لجمله رقم 10 واللي بتقول هاني از فيري تايرد بيكوز هي ديسايدد تو. هاني تعبان لانه قرر ايه؟ تو نيو بروجيكتس ات ورك، مشروعين جداد في العمل بتاعه. يا ترى تيك اوف ولا تيك اون ولا تيك داون ولا تيك اب؟ الاجابه بتاعتنا هي تيك اون. تيك اون هنا بمعنى عايز اقول لك يتولى او يقوم بتنفيذ مشروعين. ماشي؟ طيب كلمه تيك اوف معناه يقلع، ودي للطائرات. خلاص؟ ولو كان على اللبس يبقى بمعنى يخلع هدومه. طيب امال ايه تيك داون؟ تيك داون بمعنى يدون، يعني تكتب حاجه يعني. طيب امال ايه بقى تيك اب؟ كلمه تيك اب بمعنى يقبل. الإجابة بتاعتنا هي تيك أون، إجابة وحيدة للجملة رقم 10. 11 بيقول لك إيه؟ جيوثيرمال إنرجي، إيه بقى جيوثيرمال إنرجي؟ جيوثيرمال إنرجي طاقة حرارية منبعثة من باطن الأرض. خلاص كده جيو جاي من كلمة أرض، وثيرمال معناها حراري، وأدي إنرجي اللي هي طاقة، تمام. مالها بقى الطاقة الحرارية المنبعثة من باطن الأرض دي؟ إنسايد ذا إيرث، الله ده هو كمل اللي إحنا لسه قايلين. ماشي يا سيدي. بتعمل إيه بقى؟ بروديوسز ولا is produced ولا is producing ولا produce؟ الجملة هنا مبنية للمجهول، لأن الطاقة الحرارية بيتم إنتاجها، كلمة produce بمعنى ينتج، بيتم إنتاجها داخل الأرض، لأن إحنا مش لسه قايلين طاقة حرارية منبعثة أو موجودة في بطن الأرض. يبقى هذه بقى الجملة بتاعتنا is produced، إجابة واحدة جملة رقم 11، مضارع بسيط في صيغة الاسم. 12 هاني جوت ماله؟ quickly because he was very good at his job. هاني كذا بسرعة لأنه جيد في عمله. طيب promotion ترقية ولا production إنتاج
ولا provision. provision جاي من الفعل provide بمعنى يزود أو يمد به، فprovision إنه معناها توفير. طيب ولا protection حماية، هتلاقي إن الإجابة بتاعتنا هي promotion. هاني got a promotion، هاني حصل على ترقية. ليه؟ ترقية بسرعة طبعا. ليه؟ لأنه مجتهد في عمله. promotion إجابة واحدة في 12 13. some people بعض الناس منهم بقى on the moon in 50 years time، بعض الناس كذا على القمر خلال 50 سنة. طيب will be lived ولا are going live are going live ولا may be living ولا will lived. الجملة اللي قدامك ان هو بيقول لك in 50 years time، خلال 50 سنة، يبقى ده معناه انه بيتكلم عن شيء له علاقة بيه بالمستقبل، صح؟ طب بقول له will be lived، الصياغة هنا هو صياغة خاطئة. خلاص كده will be lived صياغة خاطئة، ماشي. are going live برضو صياغة خاطئة. maybe living هي الصياغة السليمة للجملة رقم 13، ودي بنسميها مستقبل مستمر. بس احنا مش عاملينه بويل، عاملينه بماي. ليه؟ لان الشخص اللي بيتكلم عن الشيء اللي قدامي في الحدث هنا مش متأكد، ما عندوش درجة تأكد عالية ان الحدث ده في احتمالية ان هو يكون موجود، فما قالش will be living، قال may be living، ودي اقل في الدرجة من will be living. will lived خطأ تماما، ما ينفعش اجيب تصريف او فعل في الماضي وراء فعل من الافعال الناقصة. الصياغة الوحيدة الصحيحة هي may be living لجملة رقم 13. 14 بيقول لك there is no oxygen in space، لا يوجد اكسجين في الفضاء، تمام. so you can't either normally، normally معناها بطريقة طبيعية، ها breathe يتنفس ولا sneeze يعطس ولا increase يزيد ولا nationalize. nationalize جاي من كلمة nation بمعنى أمة، ونشنز بمعنى يجعل الشيء قومي يعني. طيب الإجابة بتاعنا هي breathe، بما إن مفيش أكسجين في الفضاء يبقى الواحد مش يقدر يتنفس بطريقة طبيعية. breathe إجابة واحدة في 14. 15 بيقول لك have you ever كذا somebody famous، هل أنت سبق ليك كذا شخص مشهور. have you ever met ولا have met ولا meeting ولا meet. هاخد met لأن هي التصريف الثالث المناسب للصياغة اللي قدام، اللي مش محتاج غير تصريف ثالث من الفعل meet. meet met met أدي هذا اهي، ماشي. وأدي ever كلمة دالة على المضارع التام، يبقى كده محتاج تصريف ثالث بس. طب ينفع أخد have met؟ طب إزاي؟ ما هي have موجود، أخدها تاني. طب ينفع أقول بعد have اللي هي مضارع التام أروح أجيب جيرن؟ طب ينفع أجيب الفعل في مصدره؟ طبعا خطأ تماما. الإجابة الوحيدة الصحيحة هي met في الجملة رقم 15. نروح لصفحة 19 عشان نكمل باقي الامتحان بتاعنا بتاع ثانوية عامة. ووصلنا للجملة رقم 16 the moon has less، القمر بي إيه أقل بقى than the earth من الأرض. so you could jump higher there، طبعا تقدر أنت تقفز ويه بمسافات عالية. يا ترى cavity اللي هي معناها ثغرة ولا جرافيتي اللي هي معناها جاذبية ولا سيفتي اللي هي معناها أمان ولا أتراكتيف اللي هي معناها جذاب. طبعا جرافيتي بمعنى جاذبية، القمر جاذبيته أقل من جاذبية الأرض. جرافيتي للجملة رقم 16. 17 يبقى كده فراغ. leave until we arrive، انت كذا تغادر حتى نصل. ادي until لها وجاية وراها مضارع بسيط، دي كده بترجعك للملحوظة بتاعت أشكال المستقبل اللي كنا بنقول فيها ان until لما تكون جملتها مضارع بسيط او مضارع تام، في الطرف الثاني انت عايز will والمصدر بس بتيجي منفية، لان until دايما بتحتاج ان طرفها اليسار يكون منفي وطرفها اليمين بيكون مثبت. ادي until اللي موجودة، يبقى انت هتاخد المستقبل المنفي اللي هو want، ودي اجابة واحدة لجملة رقم 17. hadn't ماضي في شكل الماضي خطأ، didn't طبعا hadn't دي ماضي تام هتكمل معها بس ما فيش موجود لها حاجة، دي انت خطأ وكود انت خطأ تماما، وانت اجابة واحدة في الجملة رقم 17. في 18 بقول لك ايه، he ran for 15 kilometers yesterday، هو جري مسافة 15 كيلومتر بالامس. and now his legs ايه بقى، ودلوقتي رجليه مالهم. يا ترى face بمعنى يواجه ولا chat بمعنى يدردش ولا ache بمعنى يؤلم ولا demand بمعنى يطلب. ache رجليه واجعينه دلوقتي او بيؤلموه دلوقتي. ache اجابة واحدة في 18. 19 the thief admitted، الحرامي اقر او اعترف بايه بقى the bag، طالما في admit يبقى انت كده عايز جنت يعني مصدر فعل زائد ing، يبقى هاد stolen ماضي تام خطا، stolen ماضي بسيط خطا، to steal to المصدر خطا، stealing اجابه واحده في الجمله رقم 19. 20 the teachers have an important، المعلمين لهم ايه مهم بقى، in bringing up generations في تربيه الاجيال، يا ترى award مكافاه رسميه ولا رول بمعنى دور ولا ريسبكت يحترم ولا بروفيجن اللي احنا سألناها من شويه بمعنى توفير
طبعا رول المعلمين لهم دور في تربية النشأة أو الجيل من أبناء الوطن. رول إجابة 21. 21 بيقول هي ويل باي أكار، هو هيشتري سيارة. ماشي. هي هاز إناف ماني، ده كده في اشتراط إن هو يبقى عنده إيه فلوس كفاية. أدي ويل والمصدر ماشي، وأدي الناحية التانية مضارع بسيط. طب ما دي حالة أولى في الاشتراط، بس مين فيهم اللي هتنفع في الاختيارات اللي تحت؟ supposed ولا provide ولا unless ولا only if؟ only if. طب ليه خدنا only if؟ خدنا only if ماشي، خدنا only if ليه؟ أولا علشان معنى الجملة، تمام؟ خلاص كده عشان معنى الجملة ماشي. ثانيا عشان القاعدة بتاعتها سليمة تماما وهي اللي تناسب الصياغة اللي قدامي، تمام؟ يجي حد يقول لي طب يا مستر، طب ما unless ينفع تيجي في جملة بالشكل ده وراها انت هتقول لي اه عشان في فعل وفعل وما اعرفش ايه، طب unless تنفع. اقول لك كلامك صح، لكن unless تفيد النفي. طيب ها provide ايه هنا؟ هو مش هتنفع provide، خلاص كنا هنقول providing كذا او provide كانت تحتاج وراها ذات، provided ذات او providing ذات او provide او مش عارف ايه. supposed مش هتنفع برضو لانها كانت تحتاج وراها ذات. يبقى ده اللي خلى الاجابة الوحيدة هي only if في جملة رقم 21. 22 the teacher started to be، المعلم بدأ يبقى ايه؟ because the students behaved badly، لان الطلبة كانوا بيتصرفوا بطريقة مش كويسة. informal غير رسمي، ولا impatient غير صبور، ولا inaccurate غير دقيق، ولا uninjured غير مصاب او غير مجروح. impatient المعلم بدأ يفقد صبره، بدأ يبقى غير صبور. ليه؟ بسبب سوء سلوك الطلاب. impatient إجابة واحدة. في 22 23 بتقول لك إيه تجاه الفراغ؟ that his science is genius، تمام؟ كذا إن العالم ده، العالم بتاعه إن هذا العالم this scientist genius، كذا إن هذا العالم genius. genius بمعنى عبقرية. is saying ولا is said ولا is says ولا has said؟ ده أنت عندك صياغة حافظها حفظ يا عم. it is said that يقال أن، تلات صياغة إحنا حافظينها حفظ يعني مش محتاجة تفكير. is said إجابة واحدة. في 23 24 it was dark when we woke up because the sun had not yet، كانت عايز اقول ان الدنيا كانت ضلمه لما استيقظنا لان الشمس ما كانتش ايه بقى، ها ما كانتش ايه بقى set ولا rising ولا blown ولا raised. rising الشمس ما لم تكن اشرقت، ادي كلمه rising ماشي، ما كانتش الشمس اشرقت بعد او حتى الان، ودي مكمله للجمله رقم 24 رايزنج إجابة وحيدة. الجملة رقم 25 بتقول لك I sometimes، أنا أحيانا إيه بقى؟ by a maid. يا ترى do the housework ولا get done the housework ولا give the housework to do ولا give the housework done؟ كلمة maid هنا هو عايز أقول يعني واحدة بتساعده فيه يعني زي خادمة كده. طيب الإجابة بتاعتنا هي get the housework، get the housework done. ماشي؟ get the housework done. الجملة اللي قدامك مبنية للمجهول في cause that if have، بس هو جايب مكانها get ماشي، جايب مكانها get، جايب get مكان cause that if have، جايب لك cause that if get اللي هو الاستخدام السببي لي get، وهنا جايبها في شكل الباسيف بالصياغة الجميلة جدا اللي قدامك ماشي. ادي get اهي، وادي المفعول به، وادي تصريف ثالث خلاص، عشان ادي I sometimes get the housework done by a maid. جملة مبنية للمجهول في صياغة جميلة جدا. كل الصياغات اللي بعد كده صياغات خاطئة. I sometimes do the ازاي do the housework وبعد كده يقول لي by sorry by a maid، ما ينفعش. get done the housework الصياغة بتاعت الجملة نفسها فيها خطأ جراماتيكال يعني خطأ قاعدي شديد جدا. get done the housework الصياغة مش هتنفع معايا مع وجود by. get the housework to do برضو لازالت صياغة قاعدية خطأ ماشي. الصياغة القاعدية السليمة هي جيت وادي المفعول به وادي التصريف الثالث وادي باي وادي الفعل الاصلي الجمله اللي هو اميد. جيت ذا هاوس وورك دون اجابه واحده في الجمله رقم 25. وننتقل للجمله رقم 26. الجمله رقم 26 بتقول لك ايه؟ ذا جفرمنت از تراينج تو، الحكومه بتحاول انها ايه بقى؟ نيو ورك ترانسز فور يوث، فرص عمل جديده للشباب. يا ترى بالانس بمعنى توازن، ولا اليومينيت تضيء، ولا ابريشيت يقدم يقدر او يثمن، ولا بروفايد يوفر. هي دي بروفايد بمعنى يوفر. اجابه واحده من رقم 26. 27 بتقول ايه؟ ماي برادر از اونلي 15، اخي عمره 15 سنه بس.
he is كذا to get a driving license هو كذا أن يحصل على رخصة للقيادة. يا ترى not old enough too old ولا so old ولا such old not old enough لأن بيفيد إن هذا الأخ عنده 15 سنة يبقى هو ليس كبير بما يكفي إنه يتم منحه رخصة للقيادة. إذا حد يقول لي طب يا مستر طب ليه ما خدناش too old ما هو في too مش أنتوا عندكم قاعدة بتقول لنا too صفة too مصدر أقول له ماشي لو وافقتك وعملت كده يبقى الجملة ده هي تفيد معنى النفي لأن إحنا قلنا إن تو صفة تو مصدر بتفيد أن هناك زيادة كبيرة جدا في الصفة تمنع وقوع الفعل يبقى ده هيتناقض مع معنى الجملة ماشي هيتناقض مع معنى الجملة إزاي هو كبير جدا ها وإزاي ما ينفعش ياخد رخصة ما هو كبير بما يكفي إزاي مش هياخد رخصة يبقى تو أولد هنا معناها متناقض سو أولد برضه مش هتنفع وسط شو أولد مش هتنفع لنفس الفكرة الإجابة الوحيدة الصحيحة اللي معايا not old enough not old enough هو ليس كبير بما يكفي انه يحصل على رخصة قيادة. 28 the teacher المعلم ماله بقى me not to make any noise طبعا me هنا جاء مفعول بي ان انا ما اعملش ضوضاء يبقى ايه بقى said me ما تنفعش said me يجيش وراها مفعول بي wonder بمعنى يتساءل مش هتنفع بالشكل ده مش هتيجي برضو وراها مفعول بي خلاص made me ولا warned me warned me حذرني ماشي ودي طبعا فيها جملة أمرية فيها نوع من التحذير هنا طبعا واخدها في شكل النفي يبقى warned والمفعول به وبعد كده نقطة ومصدر الفعل warned إجابة واحدة في 28 29 بتقول لك إن my injury إصابتي أو الجرح بتاعي me to stop playing tennis أنا إن أنا أتوقف عن لعب التنس يا ترى اللاج سمحة ولا forced أجبرة ولا let بمعنى يدع ولا made بمعنى جهلة forced me أجبرني يبقى الإصابة أجبرته إن هو يتوقف عن اللعب. Forced إجابة واحدة 29 30 بتقول لك إيه the plane takes many hours to كذا its destination الطائرة بتاخد على ساعات عديدة كذا لغايتها أو جهتها المقصودة. ثلاث ترافل يسافر ولا جيت يصل ولا ريتش يصل ولا جو يصل. طيب ترافل يسافر مش هتنفع مع الطائرة. وجو مش هتنفع برضو مع الفكرة اللي إحنا شغالين عليها مش هينفع أقول the plane go خلاص. فاضل معايا جيت وريتش انا هاخد ريتش وهسيب جيت ليه لان جيت كانت هتحتاج وراها حرف جر جيت تو طب ما فيش حرف جر يبقى هاخد ريتش لانها لا تحتاج حرف جر وراها عشان تبقى the plane takes many hours to reach its destination اجابه واحده صحيحه للجمله رقم 30 ونروح نشوف الباسج اللي جايبها الامتحان عندي الباسج اللي قدامك دي بتتكلم عن حاجه مهمه جدا وهي انواع الذكاء اللي الكاتب من خلال القطع اللي قدامك بيتكلم عن اني انا عندي مجموعه طبعا في ناس بتقول لك انا ما عنديش ذاكره ولا مش ممكن يكون في انسان من غير ذاكره طبعا الكاتب بتاع القطعه بتاعتنا بيتكلم عن انواع عديده من الذاكره زي الذاكره المرئيه والذاكره اللفظيه طبعا كل نوع من انواع الذاكره بتساعدني في حاجه الذاكره المرئيه بتساعدني ان انا اتذكر الاشياء اللي شفتها بعينيا الذاكره اللفظيه بتساعدني كل ما هو له علاقه بالالفاظ والاشياء اللي لها علاقه بارقام الصفحات الحاجات اللي هي كل انواع الذاكره ليها حاجه بتعملها زي ما قلنا ماشي الذاكره زي ما قلنا الذاكره المرئيه دي بتفكرني كل حاجه شفتها الذاكره اللي هي الفيربال اللفظيه بتذكرني كلمات والاشكال والمجسمات والحاجات كل حاجه ما ايه كل حاجه ممكن اسمعها باذني سمع دي او ايه دي اسمها ذاكره كلها لها علاقه بالالفاظ كمان بتفكرك مثلا لو انت عامل قائمه بالشوبينج والحاجات دي عندي الذاكره العاطفيه اللي هي بتذكرك بالنواحي اللي لها علاقه بالعاطفه عندي ذاكرات متنوعه زي موضوع الشم والتذوق واللمس والصوت كل هذه انواع من الذاكرات اللي بتمثل حركات بدنيه ماشي الذاكره بقى من حيث قدرتها على التخزين نوعين ذاكره بنسميها شورت تيرم ميموري ذاكره قصيره الامد وذاكره لونج تيرم ميموري الذاكره قصيره الامد مدتها على التخزين 30 ثانيه بس انما الذاكره طويله الامد دي بتمكنك من التخزين مدى الحياه الناس الكبار في السن عندهم قدره او عندهم الذاكره طويله المدى اكبر او اكثر من الناس الشباب شويه وده بيخليهم يبقوا فاكرين كويس جدا الحاجات اللي حصلت لهم من زمان عن الحاجات الحديثة يعني هو بيفتكر الحاجات البعيدة اكتر ما بيفتكر الاشياء الحديثة طيب احنا هنقول اني هل احنا محتاجين ان عندنا ذاكرة او نتذكر اساسا ولا مش محتاجين احنا محتاجين ان احنا ننسى ويكون عندنا قدرة على النسيان ليه بقى
علشان لو الانسان بقى عنده قدره انه يتذكر كل شيء طول الوقت، ده معناه انه هيكون من ضمن هذه الاشياء اللي هي الخبرات الحزينه اللي الشخص مر بيها واللي احنا محتاجين ان احنا ننساها. لان احنا لو تذكرنا لا قدر الله اللي هي الخبرات السيئه اللي مرينا بيها، ماشي، هيفضل الانسان في حزن شديد على اشياء سيئه مرت في حياته، ده طبعا هيسبب له حاجه اسمها mentally ill، هيبقى يعني عليل عقليا او ذهنيا، وده طبعا نتمنى من الله ان هو ان شاء الله ما يحدثش لحد ابدا. طبعا في حاله تم تسجيلها لشخص عنده النوع ده من الذاكره، اللي هي الذاكره طويله الامد اللي بتفكره كل حاجه وما بينساش حاجه خالص، لدرجه ان هو بقى يصبح عنده خلطه، والموقف الجديد ده هو بيبقى عايشه بيتعامل معاه على انه مش جديد، على انه مر عليه قبل كده. وطبعا ربنا يعفينا من اي ضرر جميعا. بدأ الجمله بتشوز بفراغ السلع على القطعة. Is a word in the last paragraph that means accept as true. ايه الكلمه اللي وردت في الفقره الاخيره اللي هي معناها ان احنا نقبل الحاجه كما لو كانت حقيقه، اللي هي assume. كلمه assume بمعنى يفترض يعني. ماشي، assume هنا هو المعنى الحرفي ليها يفترض، لكن هي جايه على حسب الجمله اللي قدامي هنقول ان هي نقبل الشيء على انه حقيقه. في الجمله رقم 2 our short term memory، الذاكره قصيره المدى، stores items for up to، بتخزن الاشياء لمده قد ايه؟ 30 ثانيه زي ما قلنا. ماشي، نروح لجمله رقم 3 when we spell English words we use، لما بنستهجى بنستخدم ايه؟ الذاكره اللفظيه، verbal memory. 4 بتقول لك what kind of memory is used when we feel alarmed when we smell burning، الذاكره او ايه نوع الذاكره اللي احنا بنستخدمها لما بنشم، لما بنشعر طبعا بتحذير، لما بنشم ريحه شيء بيحترق، memory of smell اللي هي ذاكره الشم. ونروح اللي بعد كده لخمسه عشان نكمل الاسئله بتاعت القطع بتاعتنا. خمسه ده برضو تشوز على القطع. بيقول لك ايه في خمسه؟ بيقول لك what is the most suitable title for the passage، القطعه اللي قدامنا ده هي انسب عنوان ليها ايه؟ the need to remember، الحاجه الى التذكر. في سته بيقول لك what does the word they refer to، زي عايده على ايه؟ على older people، على older people اللي هم الناس الاكبر منا في السن. ونروح ل ال WH question وهنبداهم بسؤال رقم 7 حسب ترتيب القطع اللي قدامنا، واللي بيقول explain in your own words why we could not survive without memory، اشرح لنا احنا ليه ما نقدرش نعيش بدون ذاكره. هنقول علشان الاتي: we couldn't survive without memory as our memory tells us who we are and helps us in the present of what we have learned in the past. ونروح للسؤال رقم 8 واللي بيسأل عن الآتي، بيقول لك what kind of memory is used when we play the guitar، إذا كنت تستخدمها في عزفك لآلة الجيتار. طبعا الإجابات دي كلها موجودة في القطعة، اللي هي موجودة. Our memory for physical movements، الذاكرة اللي هي بتعبر عن الحركات البدنية. ماشي، ونروح للسؤال رقم 9 واللي بيسأل why is forgetting as essential as remembering، ليه النسيان مهم جدا زيه زي التذكر؟ لان احنا قلنا لو الواحد فضل يتذكر كل حاجه بتحصل في حياته طبعا ده هيخليه يعمل له مشكله عقليه. Forgetting is as essential as remembering because if we remembered all our unhappy times، ودي المشكله بقى ربنا عافينا، we would become mentally ill، الانسان هيبقى عندي مشكله عقليه، طبعا هيصاب بالامراض الذهنيه او العقليه بسبب انه فاكر كل الخبرات السيئه أو الخبرات الحزينة، فبيبقى مش قادر يعيش في لحظة سعادة أبدا. According to the text، طبقا للنص احنا شغالين عليه، older people have a much better long term memory، الناس الكبيرة عندها ذاكرة طويلة المدى أفضل من اللي عند من الذاكرة القصيرة. فسر لنا الحكاية دي، اشرحها، explain. نقول لك الشرح بتاعها كالآتي، بنقول they may forget what they have done only a few hours ago، الأشخاص الكبار دول ينسى الحاجة اللي عملها من ساعات بسيطة، لكن مش ما بيكون عنده تذكر قوي جدا. But have the clearest remembrance، عندي تذكر واضح جدا of when they were very young، بيتذكر الفترة اللي هو كان فيها صغير جدا أكتر ما بيتذكر الفترة اللي هو حديثة بالنسبة له. نروح للترجمة. الجملة اللي بتقول most of the energy we use today comes from coal, oil and gas which will not last forever. ماشي، نشوف الترجمة بتاعت الجملة دي. واللي بتقول لك معظم الطاقة التي نستخدمها اليوم تأتي من الفحم والنفط والغاز والتي لن تستمر إلى الأبد، يعني دي كلها طاقة غير متجددة. الجملة رقم 2 في الترجمة باللغة الإنجليزية burning
fossil fuels harms the environment, so we need to look for other ways of supplying energy. واللي هيكون شكلها كده حرق الوقود الحفري. الوقود الحفري ده المقصود بالوقود اللي بيتم استخراجه من الارض يعني يضر البيئه، لذلك نحن بحاجه للبحث عن طرق اخرى تزودنا بالطاقه. ونروح للجمل اللي باللغه العربيه عشان نحولها الى لغه انجليزيه، ونقول لقد اصبح متاحا لكل طالب اقتناء جهاز حاسب الي. والجمله ده هي هنترجمها بالشكل ده اللي هي it has become available for each student to have a computer. ونروح للجمله الاخيره في الترجمه واللي كانت بتقول علينا جميعا ان نقف كرجل واحد من اجل رفعه هذا البلد اللي هو طبعا بلدنا الحبيبه مصر. ونقول we must all stand as one man for the sublimity او superiority ما فيش مشكله عندي sublimity ماشي او superiority ما فيش مشكله of this country. ونروح ناخد نظره كده على الاسيز اللي كان جايبها democracy and political rights in Egypt الديمقراطية والحقوق السياسية ماشي في مصر. What would life be like without modern inventions شكل الحياة كان هيبقى ايه بدون الاختراعات الحديثة. وبنختم معاك مع شاشة ترجمة نقول لك الامتحان احنا شغالين عليه انتهى، لكن لسه لا يزال لدينا العديد والعديد بإذن الله من الامتحانات بتاع جمهور مصر العربية ثانوية عامة اللي نتناولها ان شاء الله مع مستر يوسف عزت معلم خبير الانجليزيه من مصر شمال. استنوا البنات محافظ سوهاج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.